يسعى غالبية العراقيين لتسجيل مواقف إنسانية في أحيك الظروف التي تدعوهم لذلك، فتحت شعار نقتسم النبض أقامت مؤسسة فكر للتنمية حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع مركز نقل الدم الوطني بوزارة الصحة. هذه المبادرة مبادرة كبيرة جدا في ظل ظروف صعبة، ونود أن نبين بأن التبرع بالدم لا يوجد فيه أي خطورة على المتبرع سواء في الظروف الاعتيادية أو في ظروف جائحة كورونا، مع الأخذ بالإجراءات الوقائية المطلوب من ناحية ارتداء الكمامة والتباعد. هدف الحملة هو هدف إنساني نسعى من خلالها إن شاء الله تلبية وتوفير عدد من بطالة الدم إلى مصرف الدم. هدف الحملة هذه التي تسابق الشباب إليها هو توفير أكثر من 500 كيس دم لأمراض الثلاسيميا والأنيميا وغيرها. أطلقت مؤسسة فكر للتنمية وبناء القدرات حملتها نقتسم النبض التي هدفها تعزيز مصرف الدم ب 500 كيس دم، وهذه الحملة ستبقى مستمرة إن شاء الله إلى ما بعد العيد. إن الحاجة إلى توفير الدم حقيقة تتطلب تكاتف جميع الجهود والمؤسسات في المجتمع، وإننا يعني نؤمن بالمهمة الإنسانية، يعني لا تنجح إلا بمشاركة فاعلة من جميع القطاعات. الفريق اللي حاليا حاضر بهذه القاعة يمثل المركز الوطني لنقل الدم، إحدى مؤسسات وزارة الصحة. بالحقيقة أكو حملة تبرع بالدم، هاي الحملة نظمت بالتعاون مع منظمة فكر للتنمية البشرية، وإحنا يعني بالحقيقة المركز الوطني لنقل الدم مسؤول عن توفير الدم ومشتقاته لمستشفيات بغداد. تأتي هذه الحملات الإنسانية في وقت تشتد الحاجة فيه لكل قطرة دم يمكن لها أن تنقذ إنسانا، وبتضافر منظمات المجتمع المدني، الأمر الذي يقابل بارتياح وتكريم ودعم من وزارة الصحة. في وقت اشتداد الأزمات لا سيما الصحية، منها تفتح الأيام والسجلات صفحاتها لتسجيل المواقف، وليس هنالك أنصع من أن يهب الإنسان دمه لحياة إنسان آخر من منطلق أن من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من بغداد، منشد الأسدي، العراقية الإخبارية. جملة من القرارات الجديدة اتخذتها خلية الأزمة في محافظة السليمانية في اجتماعها الأخير الذي سمح بفتح المساجد وتخفيف القيود على حركة المواطنين داخل المحافظة، شريطة الالتزام بشروط الوقاية الشخصية. مع استمرار مواجهة جائحة كورونا ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، عقدت خلية الأزمة في محافظة السليمانية اجتماعاً لوضع خطة أيام العيد، حيث خرجت بعدة قرارات أهمها: أولاً، نبارك قدوم عيد الأضحى وإن شاء الله نمر من هذه الأزمة بسلام، وثانياً نحن كخلية أزمة مستمرين بعملنا في متابعة الأوضاع في ظل جائحة كورونا، ومع اقتراب عيد الأضحى اتخذنا بعض الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطن من خلال اجتماع غرفة العمليات التي قررت منع إقامة صلاة العيد وصلاة الجمعة ومنع زيارة المقابر ونحر الأضاحي وغلق حدود محافظة السليمانية مع المحافظات الأخرى وكذلك إتجار إيران ومنع التجمعات في الأماكن التي تشهد زحام. اللجان المشكلة من قبل غرفة العمليات مستمرة بمتابعة الموقف الوبائي في عموم محافظة السليمانية وتقييم الأوضاع، خاصة بعد قرار فتح المساجد وتخفيف بعض الإجراءات، لكنها بالمقابل أكدت على أهمية تطبيق الإرشادات الصحية لعبور هذه المرحلة بسلام. بعد عدة اجتماعات مع خلية الأزمة ومشاركة أعضاء مجلس المحافظة، قررنا فتح المساجد في عموم محافظة السليمانية شريطة تطبيق الإرشادات الصحية ومتابعة المساجد من قبل لجان مختصة، وكذلك حث رجال الدين إلى توعية المجتمع، وأبقينا ما يقارب 40 مسجد مغلق داخل الأسواق التي تشهد ازدحامات. على الرغم من تخفيف الإجراءات الخاصة بجائحة كورونا هنا في محافظة السليمانية وارتفاع نسب الشفاء، إلا أن خلية الأزمة مستمرة بتطبيق الإرشادات الصحية للحفاظ على سلامة المواطنين. من السليمانية، سيف حقي، العراقية الإخبارية.